وايد عجبتني المكان. عاجبه المكان. البحرين عاجبتني في كل شيء. بالذات المكان يقول. يقول ليش ما سويت صدق يعني اخوي عندهم بحر هناك ما يستغلونه. بحر شنو احنا حتى الواحد عرض مستقبل يعني. لا احنا الحين تا. ما تعرف ان هاي تلاسلوس يعتبر سيف البامبيز قول يلا خليك جاهز 3-2-1 نقدر نروح سريلانكا سريلانكا تمام طبعا مالهم 7 ستار بهلهم بعد مالتانكي لا 7 ستار الفنارة مالهم في المانكا اكل لو صار الاسبوع عندهم شيل هذه بابوي اوكي يلا جاهز شنو؟ يا بس عشان في البدايه بس بعدين باي باي حكيم علي موسى ما لازم يضيع 3-2 لازم يروح من هناك لازم يضيع راح من هناك اي والله جمال لازم جاهز ثالث مره يا هناك لا تعدي حتى تاخذ بوفيه من عندهم من المناصبات ها والله عجيب اكله هناك لا تعدي عيش يقعد عيش اسبوعه مشويات في عيش اليوم جايين مطعم احنا جديد بنصيحة اخينا ابو عمر اسمه سالتي بايت سالتي بايت فاحنا ان شاء الله نرجو انه يكون يرضي الجميع بمشاهدة اخونا ابو عمر اللي هو مجربه ان شاء الله اكو عندهم شوربة عدس ايوه شفته كيف عدس عندهم مو شربة عدس لا مطعم هندي اول ما هاي مشكله هاك ما عشيتها بحريني يعني وصل شو بحريني بهاري بوتي هلا ابو احمد كيف حالك هلا شعار كاري So what do you want now? Oh, the other no. option. Okay. No, boti nothing. No. Which you one chicken karai. One chicken karai without bone. Spicy. كله هندي كله هندي نفر. بس soup. بس soup. Yeah, soup. Soup I will pass. When you make buffet here, custard buffet. No buffet here. No buffet. This is party. Party. We have party here. Last week we have 60 people down. Okay, presentation after. Just check. هذاك السامبل صديق الساعة الضحين. فيك على كل شيء. فراتا رومالي محمد. ما شاء الله يلا شباب هلا والله حياكم حياكم شباب حياكم بس حار اقول لكم الحار هو الزين يلا حار يعني حار سبايسي لك لا بس اقول لك يعني سبايسي زين Thank you.
يوسف نجحت في الهاي في نجاح في البس مثل هذاك السوري ازاي ايه هاي سوري دين وياني قاعد مره فيصل سهر ما لا ها طويل ايش نقول يا ايه عبد الرحمن اجلس صراحه انت مع طبخه دي حياك خذيته انا بقول خذيت اليوم ما عندي خات ايوه عاملين وياك ما خليك فاضي شيء ايوه عجب لي هالنظره دي حمرا زين بريوني على هاي طبخه ابو عمر انا سهل فيك جربنا في برنامج مجموعة. أتمنى تسافر. عمر يا ترى ما هو شعورك كنت. ودع الجمال ودع. لا أنت مفضل. شيء عجيب. شيء عجيب. إيه والله. رفع صوتك بس. شيء حلو عجيب. شيء حلو. هي تحب السعودية ما خلوك تاكل هنا. السعودية. كلهم قالت عيونك سبعة رابع. عمر أشكرك. شو اسمه؟ عمر. انك تفضلت واجيت لقاء معنا اخو احمد اهلا وسهلا فيك. يا اهلا وسهلا. خوش عايشه والله ما شاء الله. اختيار ناجح من الاخ ابو عمر. اللي هو هذا. قاعد يمي. اعزائي المشاهدين نحن الان في برنامج المائده. معنا الاخو احمد يا اهلا وسهلا ابو احمد بختمها بهالطماطم يا ترى شنو شعورك وانت جاي المطعم اول مره صراحه موفق المطعم ناجح زين واشكر ابو عمر على اختيارك الحين ايوه طبعا هاي طلبتك وهاي الغلاوه السلام عليكم Thank you. الله يبارك علي تكون على خير حبيبي انت ايه يا بيلا يا وين يوسف وين يوسف صوره جماعه عند المحل صوره جماعه عند المحل